السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأحبابي في الله، أرحب بكم في الحلقة الثانية من سلسلة مشكلتي مع يسوع. وقبل أن نبدأ في الحديث في الحلقات القادمة بإذن الله عن منكرات يسوع والقبائح التي اجترحها يسوع والأمور المنكرة في شخصية يسوع في الأناجيل، دعونا نسأل أولا: هل وجدنا يسوع حقيقة؟ هل ما بين أيدينا من خبر يسوع في الكتاب المقدس في الأناجيل، هل استطعنا أن نقترب من يسوع الحقيقي؟ العلماء والنقاد في الغرب يتحدثون عما يسمى The Historical Jesus، يسوع التاريخي. والنقاد عامة يقسمون قصة يسوع إلى أو حقيقة يسوع أو صورة يسوع إلى وجهين: Jesus of Faith، يسوع العقيدة الإيمان، يسوع كما هو في المخيال الديني الإيماني الكنسي، ويسوع التاريخ. بعض النقاد، وهذا هو المذهب الذي أميل إليه، يقسم قسمة ثلاثية. قسمة ثلاثية تقول: يسوع الإيمان كما هو في المخيال الإيماني النصراني، يسوع التاريخ، اليسوع الذي استطاع النقاد أن يعيدوا تركيبه من خلال الوثائق التاريخية المتاحة، ويسوع الحقيقي. الفارق بين The Historical Jesus، يسوع التاريخي، ويسوع الحقيقي أن يسوع التاريخي هو أفضل صورة ممكنة متاحة نقترب منها من صورة يسوع الحقيقي. فنحن حتى مع يسوع التاريخي لم نصل إلى يسوع الحقيقي، فغاية أمرنا بعد هذا الجهد الجهيد أننا لن نصل إلى يسوع الحقيقي. وهذا تقسيم حقيقة هو التقسيم الجيد المطابق لواقعنا والإمكانياتنا المعرفية اليوم. النصرانية العامية في العالم العربي تقدم له الكنيسة يسوع في صورة الرجل المعلوم، وفي الدوائر العلمية الأكاديمية، في كليات اللاهوت، في سيمينرز في الغرب، يسوع شخصية محل بحث، ومحنة يسوع واسعة جدا لا يعرفها عوام النصارى. في العالم العربي حتى خواص النصارى لا يعرفونه، لأنهم عامتهم في تناء شديد عن الدراسات العلمية الأكاديمية. يسوع الأناجيل، يسوع الكنائس العربية، يسوع معروف معلوم، يعني متاح لكل من يريد أن يتعرف على تفاصيله. لكنه عند أول دراسة سنكتشف أننا لا نعرف يسوع، أن يسوع تائه قد هرب من أيدينا. أين ولد يسوع؟ في الناصرة أم في بيت لحم؟ فريق من النقاد يقول في الناصرة، فريق من النقاد يقول في بيت لحم. الأناجيل تقول في بيت لحم، لكن النقاد يقولون لا، هناك نقاد يرفضون ذلك ويقولون كيف ولد في بيت لحم وهو يدعى يسوع الناصري؟ ما نسب إلى بيت لحم إلا بسبب أن اليهود كانوا ينتظرون مسيحا من بيت لحم. الفريق المقابل يقول لا يمكن أن يكون قد ولد في الناصرة، لأن الناصرة لم توجد أصلا في القرن الأول الميلادي. ما هي لغة يسوع؟ نتحدث هنا عن أبسط الأمور، يعني أبسط الأمور، لا ندخل في تفاصيل يعني مضمون كلام ودعوة المسيح. أبسط الأمور، أين ولد؟ لا نعلم. متى ولد؟ كلام طويل، ما بين سنة السادسة قبل الميلاد إلى ما بعد الميلاد، سنوات، يعني عدد من السنوات طويل. متى ولد؟ بسبب اختلاف متى ولوقا في قصة ميلاد المسيح، لا سبيل للجمع بينهما. فهناك من يقول ولد قبل الميلاد، هناك من يقول ولد بعد الميلاد. ما هي لغة يسوع؟ الآرامية، لا هناك خلاف واسع جدا ما بين الآرامية والعبرية، وكل كلمة تنسب إلى الآرامية في العهد الجديد هناك من ينسبها إلى الآرامية إلى العبرية. وفي الزمن يعني قبل اكتشاف مخطوطات البحر الميت كان يقال إن المسيح عليه السلام كان يتكلم الآرامية، لأن العبرية لغة كانت قد ماتت. فلما اكتشفت كتب دينية لزمن المسيح أو قريبا من زمن المسيح كتبت باللغة العبرية، علمنا أن اللغة العبرية كانت مستعملة زمن المسيح. ما هي لغة المسيح؟ لا نعلم. أبسط الأشياء عن المسيح، أبسط الأشياء. هذه الأمور دفعت العلماء إلى أن ينفضوا غبار التقليد والوهم وأن ينطلقوا للبحث عن يسوع التاريخي. قبل ريماروس، هيرمان ريماروس في القرن الثامن عشر، ما كان هناك بحث عن يسوع التاريخي. كانت الناس تسلم برواية الكنيسة،
لكن في القرون الميلادية الأولى كان هناك بحث عن يسوع التاريخي، لكن ليس كالبحث الحديث. البحث الحديث رهين الأناجيل الأربعة. البحث القديم كانت كل فرقة تبحث لنفسها، فكل فرقة كان عندها تقريبا، أو عامة الفرق، كل فرقة أو كل مجموعة من الفرق كان عندها مجموعة أناجيل مختلفة عن الفرق الأخرى، أو كان عندها نفس الإنجيل لكن برواية أو بصياغة مختلفة. خاصة الغنوصين كانت عندهم كثير من الأناجيل المختلفة والرسائل المختلفة وأعمال الرسل والرؤى وغير ذلك. طبعا كان هناك بحث قديم، وكانت هناك عن يسوع التاريخي، وكان اختلاف واسع، كله صورته الخاصة. الذين يقولون بالمسيح المؤله، والذين يقولون بالمسيح البشر، والذين يقولون بالمسيح الوهم جوست، هذا شبح، والذين يقولون بالمسيح يعني الصورة القريبة جدا من الفكر اليوناني ومن الفكر اليهودي. كانت هناك ألماط مختلفة من اليسوعات. مع القرن التاسع عشر صعود تيار العقلانيين راشناليزم وراشناليست في 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 فرنسا وفي بريطانيا، ظهرت صورة يسوع مع أرنست رينان في فرنسا وغير ذلك، ظهرت صورة يسوع منزوع المعجزات الذي كان يصنع منه صورة البشر البحت. لكن هذا طيار تقريبا لا قيمة له، انه طيار متعسف فلسفيا لا يبحث بحث تاريخي حقيقي. مع ألبرت شفايزر في بداية القرن العشرين ظهرت الموجة الأولى للبحث عن يسوع التاريخي، وألف ألبرت شفايزر كتابه The Quest for the Historical Jesus، البحث عن يسوع التاريخي، وأثبت فيه أو دافع فيه عن فكرة أن يسوع الذي توارثه الناس هو غير يسوع الحقيقي. يسوع الحقيقي هو يهودي يدعو إلى حقيقة أن الآخرة قد اقتربت، وعلى الناس أن يستعدوا لذلك. فهو يهودي يعيش في ظلم التصور الأخروي اليهودي. أبرز أعلام هذا الطيار بولتمان. بولتمان جاء فقال إن قصص الأناجيل عن يسوع قصص خرافية من اختلاق البيئة. يسوع الحقيقي لا سبيل للوصول إليه، وما تقدمه الأناجيل لا قيمة له. ظهر بعد ذلك في منتصف القرن، في بداية النصف الثاني من القرن العشرين، ظهرت الموجة الثانية في ألمانيا، لم تطل مدتها، الموجة الثانية للبحث عن الوسائل التاريخية ردا على تيار بولتمان، لكنها لم ترد الناس إلى يسوع كما هو في تصور النصارى، عوام النصارى في العالم العربي وفي الغرب. ثم خلفتها الآن الموجة الثالثة. الموجة الثالثة الآن يعني زادت المصيبة مصائب. الآن توزع الناس فرقا في قولهم في يسوع المسيح. هذا كتاب جيد، The Jesus Quest، يتحدث The Third Search for the Jew of Nazareth، البحث الثالث، يقصد به الموجة الثالثة، عن اليهودي من الناصرة، للكاتب بن ويلرنتون. كتاب جيد يلخص مدارس النقاد اليوم في البحث عن يسوع التاريخي. دعك مما تقوله لك الكنيسة، العالم الغربي، النقاد الغربيون في محنة بحث عن يسوع التاريخي. أنت تقدم لك وجبات سهلة للاستهلاك المسموم. عليك أن تبحث في البحث العلمي عن يسوع التاريخي. هناك مدارس كثيرة لخصها الباحث هنا. يتحدث عن جيزس ذا تالكن هاد، وهذا هنا يلخص الحديث عن ما يعرف بندوة يسوع. ندوة يسوع هي مجموعة مؤلفة من عدد من كبار النقاد مع ناس غير متخصصة في النقد الكتابي، لكن استفادوا منهم في تخصصاتهم. هذه المجموعة من النقاد ألفت كتابين خطيرين جدا زلزلوا الجماعة العلمية في الغرب. الكتاب الأول هو The Five Gospels. هذا الكتاب ماذا فعلت فيه هذه اللجنة؟ جاءت إلى أقوال المسيح فقالت لنبحث عن الأقوال الأصلية أو التي من الممكن أن تكون أصلية. فقالوا طيب سنجمع النقاد هنا
ونعمل تصويت على كل قول ينسب إلى المسيح في الأناجيل. إذا اخترنا اللون الأحمر فهو هذا قول قاله المسيح، إذا كان لون بينك فهذا قول من الراجح أن المسيح قاله، إذا كان اللون رمادي من الراجح أن المسيح لم يقله، إذا كان اللون أسود المسيح لم يقل هذا القول. واقترعوا على الأقوال وهو مجموعة من كبار النقاد، فانتهوا إلى أن 82% من الأقوال المنسوبة إلى المسيح لا تصح نسبتها إليه. 82%. كتبوا بعد ذلك كتاب عن أعمال يسوع، Acts of Jesus، أعمال يسوع، واقترعوا بنفس الصورة، أحمر بينك رمادي أسود، وانتهوا إلى أن 84% من الأعمال المنسوبة إلى المسيح عليه السلام في الأناجيل لا تصح نسبتها إليه. يعني انتهينا إلى أن يسوع الأناجيل قد ضاع من أيدينا، هذا العمل قد زلزل المكتبة الغربية والمحافظون شنوا حملة شديدة على هذا الفريق من النقاد، وفيه جون دومينيك روسان وفيه عدد من أعلام النقاد. غاية ما وصل إليه النقاد في الغرب في دفاعهم عن المسيح هو إثبات أن المسيح قد وجد فقط. هذا كتابه له نسخة عربية، Jesus Outside the New Testament، يسوع خارج العهد الجديد. أثبتوا من خلاله، من خلال الوثائق القديمة من القرن الأول والثاني، أنه من الراجح جدا أن المسيح عليه السلام قد وجد. طب هذه معركة كبيرة. أنا لاحظت في الفيديوهات الفرنسية أن كثير منها لا يزال يناقش قضية وجود المسيح. طبعا المكتبة الفرنسية تعاني بلاء عظيم، يعني لا زالت متأخرة بصورة كبيرة عن مواكبة البحث العلمي حتى في النصرانية، بسبب هيمنة في النصرانية، بسبب هيمنة التيار الإلحادي وتسطيح التيار الإلحادي للمباحث العلمية بسبب هذه النزعة الغضبية المهيمنة عليها. غاية ما ينتهي إليه نقد العلمي النصراني المحافظ إثبات وجود المسيح فقط، وهذه ليست قضية. البحث العلمي، يعني هذا مثلا كتاب في البحث عن يسوع التاريخي، مدارس كثيرة وأبحاث كثيرة ومصارعات كثيرة في البحث عن يسوع، ومؤلفات ضخمة جدا. هذا كتاب The Historical Jesus لجيرد ثيزن وآنت ميرتس، كتاب واسع وثري. فريق الملاحدة لا يزال في 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 في, في الغرب يدافع عن عدم وجود يسوع، ولهم مؤلفات كثيرة ومتراكمة. طبعا هذا المذهب لا تجده عند النقاد المحققين وإنما عند الملاحدة المتشددين، لكن حتى وهم يرفضون وجود المسيح وأنت لا تقبل قولهم لكنك تهتدي إلى أن هناك إشكالات في رسالة المسيح. من أهم الإشكالات المطروحة هنا، كيف يكون المسيح قد عاش على الأرض وتصح الرواية الإنجيلية التي تتحدث عنه وأنه قد له معجزات كثيرة جدا سمع بها كل الناس وانتشر خبرها في كل العالم، ثم إذا بحثنا عن الخبر الذي يدون حياته أو حتى يذكره مجرد ذكر نجد إشكالات كبيرة في النصوص التي تذكره، إشكالات كبيرة جدا، حتى أن هناك من ينكر وجوده حقيقة. طب إحنا لما نقرأ مثلا إنجيل مرقس الفصل السادس العدد 56 نقرأ، وحيثما دخل يسوع إلى قرى أو مدن أو ضياع، جمع ضيعة، وضعوا المرضى في الأسواق وطلبوا إليه أن يلمسوا ولو هدب ثوبه، وكل من لمسه شفية. ونقرأ في إنجيل لوقا الفصل التاسع من العدد الأول إلى العدد السادس نقرأ، ودعا تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء أمراض، وأرسلهم ليكرزوا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم لا تحملوا شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا فضة، ولا يكون للواحد ثوبان، وأي بيت دخلتموه، إلى آخر الكلام. لما خرجوا كانوا يجتازون في كل قرية يبشرون ويشفون في كل موضع. عندما نقرأ هذين النصين وهما يقرران أن خبر المسيح كان شائعا ذائعا، كل الناس كانت تعلمه في ذاك الزمان وأنها خوارق انتشرت في كل مكان، ثم نبحث عن التاريخ فلا نكاد نجد شيء يذكر المسيح إلا أشياء قليلة. طبعا هذه الأشياء القليلة وإن كانت متأخرة إنها تقطع أن المسيح قد وجد، ووجود الأناجيل فقط يكفي لإقناعنا أن المسيح قد وجد فقد ألفت في القرن الأول، لكن يبعد جدا أن تصح رواية الأناجيل أن المسيح كان خبره منتشر بهذه الصورة الفاحشة ثم لا نجد هذا الخبر.
ثم يكون خبر يوحنا المعمدان أعظم من خبر المسيح عليه السلام، ثم يكون خبر بعض ثوار اليهود الآخرين الذين ثاروا في تلك الفترة على الرومان يكون خبرهم أعظم من المسيح عليه السلام، أمر ما لا 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 يطمئن له قلب. لذلك هذه الكتب، كتب الذين يقولون ب إن يسوع المسيح أسطورة، وهناك منهم من تراجع، ويلز تراجع عن قوله إنه أسطورة، هؤلاء وإن كانوا يقولون بهذا القول ولا نصدق قولهم، إلا أننا نقول إن قولهم يجعلنا نفكر في نكارة قصص الأناجيل عن انتشار خبر المسيح في زمن الأول. طبعا إيرل دوهرتي هذا من أشهر الكتاب الذين يكتبون في خبر المسيح عليه السلام وأنه أسطورة، وله مؤلف ضخم مؤخرا أصدره منذ سنوات قليلة أكبر من هذا، متوسع جدا، وناقش فيه الذين يقولون بوجود المسيح للمسيح عليه السلام. المهم هنا حجم التناقضات والمشاكل التي يكشفها في قصة الأناجيل عن خبر المسيح عليه السلام. هذه القصص إذن الأناجيل تعطينا قصة منكرة لا يمكن تسليم لها، ولذلك خرج النقاد من دائرة التسليم لخبر المسيح كما جاء في الأناجيل طرائق قددة مختلفين في كيف نفسر، كيف نعرف خبر المسيح عليه السلام. قلنا جيسي سامنر هنا في كتابهم The Five Gospels قالوا 84% من أعمال من أقوال المسيح و 84% من أقوال من أعمال المسيح لا تصح نسبته إليه. الطيار الثاني مثلا كتابات جون دومينيك روسان، بورتن ماك وجيرالد دونينغ يتحدثون عن المسيح الفيلسوف الحكيم. ماركس بيرك ناقد كبير، جيزا فيرمز اليهودي يتحدثون عن جيسوس مان اوف ذا سبيريت رجل الروح. الفريق الاكبر اي بي ساندرز، موريس كازي، بارت ايرمن يتحدثون عن ذا اسكاتولوجيكال بروفيت النبي الاخروي. هناك من يتحدث عن جود ثيزن يتحدث، وريتشارد هاسلي يتحدث عن يسوع النبي المصلح الاجتماعي. هناك ما يتحدث عن يسوع اليهودي وهم يغلب عليهم التيار المحافظ، انتي رايت المعروف جدا، جون بي ماير وجيمس دان. هذا كتاب جيد من الممكن ان تستفيد منه للبحث في معرفة اقوال النقاد في يسوع التاريخي. كل هذه القضايا وهذا الاختلاف الواسع جدا، حتى أن هناك أحد الكتاب كتب مؤلفا في أن قصة المسيح عليه السلام خرافة، وأن أصل القصة هناك نبات يؤدي إلى الهلوسة وكذا، هو الطائفة التي كانت تتناول هذا النبات هي التي اخترعت بعد هذه الهلوسات اخترعت قصة يسوع المسيح. طبعا ما الذي يسمح بهذه المسائل؟ يسمح ضعف المادة التاريخية وأنها ليست مادة مسندة وليست مادة يعني قد ألفها ناس شهدت المسيح سواء من خصومه أو من أتباعه. هذا الضعف والتضارب بين هذه الروايات والظلام الدامس المحيط بالقرن الأول الميلادي، كل هذا يفتح مجال واسع جدا ليختلف النقاد في أمر المسيح، وليكون سبيلنا الوحيد الآن هو أن نقول إن المسيح عليه السلام قد وجد، إن المسيح عليه السلام قد وجد. ومن أظرف الردود التي جاءت للإنكار على التيارات التي تحدثت عن يسوع التاريخي والبحث عن حقيقته، من أظرف ما قيل في هذا الباب قول مارتن كالر. مارتن كالر هو من الذين يدافعون عن قصة المسيح كما جاءت في الأناجيل، فلما اعترض على النقاد قولهم، وهو ناقد ألماني متوفى سنة 1912، فلما اعترض على قولهم كتب رسالة أو بحث صغير الحجم لكنه مشهور، يقول فيه إن البحث عن يسوع التاريخي بحث غير مجدي، والذين بحثوا عن يسوع التاريخي اكتشفوا يسوع كما يريدونه هم لا كما جاء في خبر التاريخ. لماذا؟ لأن الأناجيل نفسها لم تقدم لنا معلومات كافية لنكتب حياة المسيح. ونحن في الحقيقة على هذه الصورة أمام كارثتين. الكارثة الأولى أن الأناجيل لا توفر لنا مادة تاريخية لنعرف المسيح، والأمر الثاني أن المادة التاريخية المتاحة في الأناجيل غير موثوقة تسمح للباحث أن يتوسع إلى كل طريق. والآن وقبل أن نبحث في الحلقة القادمة
في المعايير العلمية للوصول إلى يسوع التاريخي كما مارسه النقاد عندما حاولوا أن ينتقوا من الأناجيل النصوص الأوثق لصناعة سورة المسيح؟ قبل أن نفعل ذلك نريد أن نسأل السؤال الأساسي: إذا كانت النصرانية يتعلق فيها الخلاص بمعرفة يسوع واتباع مذهبه في الخلاص، إذا كانت هذه هي النصرانية، وكان جماهير النقاد قد انتهوا إلى التمييز بين يسوعك كما في قلبك ويسوع الذي عاش في التاريخ، فكيف الخلاص؟ كيف الخلاص؟ هذه هي محنة النصرانية العربي. كيف الخلاص إذا كان مصدر الخلاص مجهول؟ لابد أن تفكر في هذا السؤال وتستمر في البحث عنه وتسأل وتختبر وتراجع وتخرج من قوقعة الكنيسة العربية إلى فسحة أكبر، إلى المجال الأكاديمي العلمي، لتكتشف ضياع يسوع. هذه هي بشرى العلماء. إذا كانت بشارة الكنيسة هي موت المسيح على الصليب، موت الإله من أجلك، فبشارة العلماء لك اليوم أن يسوع قد ضاع. ضاع للأسف الشديد، يسوع الأناجيل ضيع يسوع الحقيقي، ولن تكتشفه إلا في خبر تاريخي موثوق ولا سبيل لذلك، لأنه لا توجد أسانيد حقيقية إلى المسيح السلام، أو في كتاب يتضمن خبرا إلهيا ولهذا الكتاب دلائل على ربانيته. وهذا السبيل متاح لك، وهو سبيل القرآن. في غير هذين السبيلين لا خلاص لك، كما يقول لك عامة النقاد. فابحث وفتش عن الحق، والحق سيحررك.